معارف هالخمس عيل مثلا افضل بيكون من معارف عائله واحده، بيكون في اكثر تنوع بالمعارف وتعطي قيمه مضافه اكثر للشركه، لا 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 وافكارهم بإذن الله تعالى. لا حصل يا يوسف، يعني رئيس مجلس الاداره فواز عبد الله الخضري، الاعضاء علي عبد الله الخضري، جميل عبد الله الخضري، وسامي عبد الله الخضري، ونايف عبد الله الخضري، وعبد العزيز عبد الله الخضري، والمدير جميل عبد الله الخضري. يعني هذا بالنسبه لملف اعضاء مجلس الاداره الموجود على موقع تداول، لان يعني ما نجيب شيء من عندي استاذ يوسف. نعم ما ادري انا فقط قاطعتك لكي تكون الصوره واضحه، ممكن المشاهد يقول لي وين جبت هالمعلومات من او شيء. هذا موجود على ملف الشركه. تبغى تستكمل حديثك استكمله او اقفل موضوع شركه الخضري؟ لا، هي الحديث يعني بفكر كان واضح. هو في البداية بيكون التركيز كله ضمن العائلة، يعني الأفكار بتكون مركزة على أنه الشركة تكبر وتنمو بأفكار موحدة بتكون في البداية، بس لما تكبر الشركة كتير وبتتوسع لابد أن يكون في قيمة مضافة من دخول أفراد آخرين، ولازم يكونوا يعني مختارين هذول الأطراف لأنه يعطوا قيمة مضافة، يعني حتى يتقدم عمل الشركة ما يتراجع. فكر جديد ايضا، ليس كذلك استاذ يوسف؟ يعني ممكن استفيد من افكار اخرين، هذه لانه ممكن يكون فكر الى حد ما متعودنا عليه وما في نمو وثابت، الان ما يجي فكر جديد ممكن يطورني ويخطيني اكثر من خطوات للامام. 100% هي القيمة المضافة، هذا اللي نذكره احنا. يعني لما يكون في شركة، نفترض انا بدي افتح شركة مثلا لإلي، لو انا عندي فلوس وانت عندك فلوس ما نستفيد من بعض، لانه اثنيناتنا عندنا نفس الشيء اللي نفس يعني المنتج. ما نت. بس أي. لو فرضا انا معي فلوس وانت عندك الافكار، مع بعض نعمل شركة مع بعض نستفيد، لانه انت عندك الافكار، عندك المعرفة اللي هي النو هاو، انا عندي الفلوس، ممكن انا وانت نستفيد. دخلنا طرف ثالث عنده، نفترض انه عنده اتصالات وعنده معارفه بالبلد بشكل قوي جدا، ممكن يجيب عقود، يدخل معنا طرف اخر يعطي قيمه مضافه. بس لما تدخل شريك، يعني انت وهو عندك نفس الشيء، ما تستفيد الا اذا كان بدك احجام اخطر، اذا بدك مثلا سيوله اخطر ممكن تدخل شريك عنده سيوله. بس معظم الشركاء لما يدخلوا يعني يفضلوا انه عنده سيوله ويقدر يعطي قيمه مضافه غير الماديه، الماديه يقدر يحصل عليها قرض من البنك. أستاذ يوسف، هل ترى أنه قطاع المقاولات الآن في مستقبل أو مستقبل جيد خلال السنين القادمة في ظل النهضة العمرانية السعودية، في ظل الاقتصاد السعودي، في ظل ضخ مزيد من السيولة داخل البلد؟ طبعا هذا بي بي بما نراه في الـ الـ أو نشاهده حاليا على الواقع. شوف، في بعض ال يعني خلينا ناخذ مثلا ثلاث اقسام مهمه من الـ يعني قطاع الانشاء والبناء. لو اخذنا مثلا، في عندنا عقار سكني، عندنا عقار تجاري، وعندنا عقار صناعي. العقار الصناعي بدمه في افكار جديده، مصانع عم بتوسع وبتكبر، وبدمه مطلوب انه يعني هذا القطاع بدمه في مطلوب وعنده في طلب على المتعهدين انه يكونوا موجودين لانه يعمروا ويقووا هالقطاع. هذا اذا طلعنا على مثلا القطاع التجاري، بنشوف عمائر كثيره فاضيه الان تجاريه، مكاتب مكتوب عليها للايجار ليه او ليه للبيع. استاذ يوسف؟ معلش، انا هذه ملاحظه فعلا دققت فيها انا عقب كلامك المره الماضيه، يعني انا نعم. ما انسى انك ذكرت هذا الكلام. نعم. على طرق مهمه جدا وشوارع رئيسيه وبالايجار بالكامل، ومع ذلك نراها فتره طويله جدا لا يتم استئجارها. هل الغلاء الموضوع الحالي دور او ان العمليه مختلفه؟ يعني الابنيه انبنت بسرعه كثير وانبنت لكثافه سكانيه اكبر. طبعا اي شخص بده مثلا، اذا اخذنا بعض الشوارع مثلا طريق الملك فهد مثلا، طبعا المتر غالي كثير هناك. لو واحد يطلع في مبنى طابق طابقين ما هو مجدي، لازم يطلع يا اما بمركز تجاري يا يطلع بيطور في برج. لو طلع ببضع طوابق طابقين ثلاثه اربعه ما هي مجدي له. فبالتالي صاروا بده يطلعوا بابراج مثلا على طريق الملك فهد. لو طلعوا برج لفوق يعني عندك ازمه ثانيه، هي ازمه المرور، لازم يعملوا مثلا مواقف سيارات تحت البرج. بس غير عن هيك كمان بيزيد ازدحام زياده على نفس طريق الطريق. الملك فهد، صح؟ فهي الشغلات معلقه ببعض. الان كثير طلعوا في ابراج على طريق الملك فهد، بس طلعوا في ابراج والاسعار تحت الايجار مرتفعه. غير على هناك، في طريق في مدينه الملك عبد الله الماليه كمان عم بيطلع فيها ابراج كثيره، وفي كثير من المستاجرين الحاليين في الابراج يعني في الرياض رح يطلعوا ويروحوا على نفس مدينه المدينة. الملك عبد الله الماليه، رح تخلق الابراج اكثر،
وخصوصا الايجارات هناك ارخص حتكون بكثير من الايجارات الموجوده هون، فكتير يفكروا خلينا نصبر سنه ونتجه لهنيك احنا، او من هلا نبلش نهيئ حالنا نتجه لهنيك لانه ايجار ارخص. الكثافه للشركات الماليه رح تكون هنيك، البنوك كلها هنيك، حتكون المصارف الكبيره حتاسس حالها في مكاتب هنيك، حتطلع من مراكزها الحاليه، فكتير حيخلوا هالابراج. فبنرجع نرجع لسؤالك، ليه في عدم اقبال؟ لانه اول شيء انبنوا ابراج كثيره، ثانيا يعني عرض اكثر من الطلب. استاذ يوسف عرض ممكن اكثر من عرض الطلب، ما في شك. نمرة اثنين الاتجاه لمدينة الملك عبد الله المالية كمان حتسحب كثير من المستأجرين الحاليين، وثالثا الإيجارات مرتفعة كثير، يعني في بعض الأبراج كثير مرتفعة الإيجارات، تاخذها بالمتر يعني مبالغ باهظة مبالغ حقيقة عالية كثير، كبيرة. والوضع ما بيساعد. لو الوضع جيد الاقتصاد، يعني لو الوضع النشاط التجاري تقصد؟ النشاط التجاري العام العالمي لو الوضع جيد وبريح، كان اوكي. لو سوق الاسهم بطلوع والعقار ما في خوف انه ينزل بالفتره القادمه، بتلاقي في اقبال وفي يعني في اهتمام بالايجار. طب شو ممكن يكون خطه مستقبليه لهالابراج؟ انا بتصور في بعض هالابراج هيدي بتحولوا يمكن لابراج سكنيه، بحيث انه بدل ما يكونوا مكاتب بصيروا سكن، يعني مثل امريكا بتلاقي عندك ابراج عاليه كثير وسكنيه، لانه بالقليل ما بتلاقي ابراج سكنيه بالوقت الحالي في المملكه. جميل. على ذكر العقار استاذ يوسف، لماذا تجار العقار، انا قرات مقال والله لا اعلم هو صباح اليوم او امس لكنه قريب جدا، حول ان تجار العقار ينفون موضوع نزول العقار الفتره الحاليه لانه الطلب عالي والاراضي قليله، يبدو لي يوم امس، نعم يوم امس تذكرت. كيف ممكن انا اناقش هذه العقليه مثلا اذا كانت فعلا صحيحه، او انا اقول هو صح او انا خطا او العكس؟ نعم، لازم نحدد لما نقول العقار، لانه مثل ما ذكرت في عقار سكني تجاري صناعي. لو بنحكي على العقار التجاري الابنيه تاعت المكاتب، ما في شك انه في كثير عرض ما في طلب، وين ما كان بتشوف للايجار للبيع او بدا الايجار بالتجزئه، بتشوف هلا لوائح وين ما كان لما تمشي بالرياض صحيح. وبكثره كمان، فهذا وما كنا نشوفه بالماضي، هذا بدل على انه في عرض كثير قد يكون موجود بالسوق. لو حكينا على العقار السكني كمان بدنا نميزه، هل يا ترى عم نحكي على مستوى قصور مثلا او مستوى دخل ميسر؟ لو عم نحكي على الفيلا 600 الف ريال، فيلا 700 الف ريال، هذول اللي بيمشوا ما عندك مشكلة فيهم. وقانون الرهن العقاري كمان بيساعد الفلل الرخيصة اللي هي 600-700 ألف ريال، هذه بيساعدها. بس لو قعدت أحكي على مبالغ مثلا 2 مليون 3 مليون قصور أو أكثر، ما بعتقد بالوقت الحالي في طلب عليهم كتير، فلازم نميز أي نوع من العقار عم نحكي. جيد. عن الأراضي مثلا؟ على الأقار على الأراضي في أراضي كتير للبيع، يعني إذا بتروح عفوا بتروح على جوجل ايرث بتطلع من فوق بتشوف في عقار كثير معروض، بس العقار اتجاهه الشمال اكثر شيء عم بيروح. نعم. غرب المطار، يعني في عندك اتجاه جنوبي طبعا لانه في عندك المدن الصناعيه هنيك وارخص بكثير، ما في كثير يبغوا الجنوب، يعني غرب ما في اتجاه للغرب، في عندك تضاريس هنيك شوي ما يبغونا، يتجهوا شمال بتلاقي في طبعا الحديث عن مدينه الرياض بالذات حتى تكون الصوره واضحه واضحه للجميع.